تعلم اللغات. وكل لسان في الحقيقة إنسان. الواجب والشيء الذي يساعدكم في مهمتكم وفي التقدم تعلم اللغات. ما لا يقل من اللغة العربية تعرفونها، اللغة الفارسية، اللغة الإنجليزية، وهي لغة الصناعة، وهي لغة العالم. من تعلم لغة قوم أمن شرهم. جاءني قبل أيام في نفس هذه الغرفة رجل من بولندا، شاب ومعه زوجته. تكلمت معه باللغة الفارسية، تكلمت معه من جملة، قال زوجتي تريد ترجم للزوجة، لأن الزوجة من بولندا. قال لها هي تعرف 5 لغات، عمرها 20 سنة مو أكثر. قال هي تعرف 5 لغات من جملتها اللغة الفارسية. فتكلمت معها قلت هاي شنو مثقفة؟ قال لي جامعية، خريجة جامعة وتعرف 5 لغات، يمكن هذا الشيء؟ صعب، فليكن صعب. يقال طريق المصلحين ليس مفروشا بالورود والأزهار. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يقول أفضل الأعمال أحمزها. الأحمز يعني الأصعب. وملحق بتعلم اللغة تقوية الخطابة، حتى كل واحد منكم خطيب يعني يتمكن أن يلقي الخطابة ساعة خطابة جميلة على الجماهير، لأن الخطابة لها تأثيرها السحري في الجماهير إذا كانت خطابة جميلة حسنة.